أخبار اليوم. جسم كتلته 4 كيلو جرام موضوع على مستوى خشن. كلمة مستوى خشن خلي بالكم منها كويس، لأن مش لازم أول ما يقول مستوى خشن يبقى على طول تفرض موضوع معامل احتكاك. ممكن يكون بيتكلم خشن يبقى عايز مقاومة، بس لو جاب سيرة معامل احتكاك عايزه أو ادهولك في المعطيات يبقى تستعمله. الجسم كتلته 4 كيلو جرام موضوع على مستوى خشن، يميل على الأفقي بزاوية 30 درجة إبادة 30 درجة، ويتصل بخيط يمر على بكرة صغيرة ملساء عند المستوى، وتدلى من الطرف الآخر للخيط جسم كتلته كاف. بدأنا ما عرفوش بكام، أعرف إن اسمه كاف وخلاص، وده بأربعة كيلو جرام. فإذا تحركت الكتلة 4 من سكون يبقى عين صفر بصفر على المستوى لأعلى، ده اتجاه الحركة، وما قلش اتجاه الحركة المحتمل، هو اتجاه الحركة وخلاص هتتحرك. هنا الشد وهنا الشد. تحركت إلى أعلى مسافة 500 سنتي، 560 في 2 ثانية، يبقى النون هنا بتساوي 2 ثانية. طالما معانا 3 حاجات أعرف أجيب الحاجتين التانيين لو كان عايزهم أو عايز واحدة فيهم، اللي هي العين النهائية واللي هي العجل. طب اوجد مقدار كاف علما بأن طب احنا من الثلاثة دول نعرف نجيب له جيم عجلة الحركة. ف بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، ف اللي هي 560، وعين صفر هو اللي قال تحرك من سكون، يبقى نص جيم اللي عايزها هتنفع، ونون تربيع يبقى 4. أطير ده مع ده فيها الاثنين واقسم تبقى 280، يبقى عرفت الجيم بتساوي 280 سنتي متر على الثانية تربيع. كويس كده جبت الجيم، يبقى أنا معايا الجسم لما اتحرك بعد ثانيتين طلعت عجلته، طلعت عجلته ب 280. تعالوا ندرس بقى موضوع قوانين نيوتن. الجسم ده هو قال إن الجسم 4 هيتحرك لفوق، يبقى ده هيتحرك لتحت. أمسك واحد فيهم هقول له الجسم كاف كيلو جرام، ده هينزل لتحت يبقى كاف جيم بتساوي كاف دال ناقص شين. طب الجسم الثاني اللي هو 4 كيلو جرام هنا هيبقى كاف دال جاهي، وطبعا ايه اللي بيضايقه ثاني؟ المقاومه اللي هي زائد ميم معامل احتكاك في ر، والره انا عارفه بيساوي كاف دال جتا ه اللي هي جتا 30. يبقى دي بالراحة كده. خلي بالك الجسم اللي 4 كيلو طلع لفوق يبقى هقول له 4 جيم اللي هي كاف جيم يعني بتساوي شين الشد لفوق بيسحب الجسم، ناقص اللي بيضايقه وبيعاكس حركته اللي هو كاف دال جاي ناقص ميم ره. طب ادي 4 جيم، والجيم انا عارفها ب 2.8 280 سنتي بتساوي شين ناقص كاف اللي هي باربعة في دال 980 عشان شغال بالسنتي، والزاوية ب 30 يبقى في نص، وهنا ناقص ميم. هو كان قال لي علما بأن معامل الاحتكاك بيساوي جذر 3 على 2، يبقى أنا عرفت الميم بجذر 3 على 2، والره اللي هو بيساوي كاف دال جتا ه، كاف اللي هي باربعة ودال 980 وجتا ه اللي هو جذر 3 على 2. ما يلخبطناش بقى كثرة الأعداد دي، يبقى هنا الاتنين في اتنين بأربعة حاطين مع الأربعة دي، وهنا على الاتنين فيها الواحد وعلى الاتنين فيها الاتنين، هيبقى معنى كده إن 280 في أربعة بتساوي شين ناقص اتنين في 980، وهنا جذر تلاتة في جذر تلاتة بتلاتة يبقى بقت مع الاتنين بقت ناقص 5 في 980. دي المعادلة التانية. والمعادلة الأولى اللي هي كانت كاف جيم اللي كاف معرفهاش بس جيم عارفها ب 2.8 بتساوي كاف برضو اللي مش عارفها بده اللي هي 9.8 ناقص ش. دي المعادلة الأولى. يبقى لو جمعناهم هقول له بالجمع هلاقي 4 في 280 وهنا كاف في 280 اللي هي دي 280 سنتي، تبقى هتبقى هنا كاف 282 على المشترك يبقى كاف زائد 4.
اللي هو ده لما جمعنا الطرف الايمن. هنا الشين تطير مع الشين يبقى لي كاف، وهنا سالب 5 مضروبه في 980 اللي هي هاخدها عامل مشترك. الجسم الهابط كاف جيم بتساوي كاف د ناقص شين. الكاف انا معرفهاش والجيم جبتها ب 280 سنتي، هتساوي كاف في 980 ناقص شين. دي المعادله الاولى. الجسم اللي طالع فوق بقى الجسم اللي هو الصاعد لاعلى هيبقى 4 جيم بتساوي شين ناقص 4 في د ج ه زائد م ر، يبقى 4 في ج اللي هي 280 بتساوي شين ناقص 4 في 980، وج ه اللي هي بنص ناقص م، هو مديني معامل الاحتكاك بجذر 3 على 2 في ر، ر اللي هي بتساوي 4 د جتا ر، يبقى في 4 د اللي هي 980 في جتا ر اللي هتبقى جذر 3 على 2 اللي هي جتا 30، ال 2 في 2 ب 4 يطيروا، يبقى دي هتبقى 4 في 280 بتساوي شين ناقص، هنا هيبقى 2 و 3 يبقى 5 في 980. دي المعادلة الثانية، يبقى من 1 و 2 وبالجمع هاخد الكاف ال 280 عامل مشترك يتبقى لي كاف زائد 4 هيساوي من هنا الشين والشين دي بالموجب ودي بالسالب طاروا، يبقى هاخد 980 عامل مشترك يبقى كاف و5. هقسم على 14 واضرب بعد كده يبقى 2 كاف زائد 8 بيساوي 7 كاف ناقص 35، هتساوي هجيب ال 2 كاف من هنا يبقى 5 كاف، واودي ال 35 بقت 43، يبقى هقسم على ال 5 يبقى الكاف هتساوي 43 على 5 بتساوي 8.6 كيلو جرام. ده كده اللي هو السؤال الاولاني الف. لسه طالب حاجه تانية، ويوجد ايضا مقدار الضغط الواقع على محور البكره. احنا عندنا في تطبيقات قوانين نيوتن ثلاث ضغوط. الضغط ده لو البكره كده بيبقى معروف ان الضغط بيساوي 2 شين، ولو الضغط كان كده البكره على مستوى افقي معروف ان الضغط بيساوي جذر 2 شين، ولو كان زي المساله بتاعتنا المنظر كده يبقى الضغط بيساوي 2 شين جتا الزاوية دي دي 30 ودي 60، يبقى جتا ايه على 2 اللي هي تعتبر 60 على 2 يبقى هتساوي 2 شين في جتا 30. طب بالتعويض في المعادلة الأولى عشان نجيب شين، شين بتساوي 4 هي 4 كيلو، خلي بالكم في 280 ودي بالسنتي، ممكن نحولها للكيلو جرام كده بالمتر، زائد 5 في دي هنحولها للمتر يبقى 9.8، نجمع دول مع بعض هيطلع الشين بتساوي 60.2 نيوتن. طب احنا عايزين لو حولناها دلوقتي الشين طلعت كده يبقى الضغط بيساوي هنا بيساوي 2 شين جتا 30 اللي هي فيه جذر 3 على 2، يبقى معنى كده ان الضغط بتساوي الشين اللي طلعناها 60.2 جذر 3 نيوتن. تحرك طائرة أفقية تحت تأثير مقاومة تتناسب مع مربع سرعتها، يبقى هقول له ميم 1 على ميم 2 بتساوي عين 1 تربيع على عين 2 تربيع. فإذا كانت المقاومة بتساوي 486 سوق لكيلو جرام عندما كانت سرعتها 360، يبقى هشيل ميم 1 أحط مكانها 486 وأبقى واخد بالي إن أنا شغال بالسوق لكيلو جرام في المقاومات.
هتساوي السرعة هي بال 360 هتبقى 360 تربيع. وكانت أقصى سرعة للطائرة طالما دي بالكيلومتر على الساعة ودي بالكيلومتر على الساعة ما يجراش حاجة، يبقى زي بعض هما الاثنين، بس المقاومة هنا لازم هتطلع زي ما كانت اللي فوق بالثقل كيلو جرام على ميم 2. يبقى في الحالة دي ميم 2 هتطلع بتساوي 600 تربيع في 486 على 360 في 360. اطير من الاصفار 1350، يبقى الاجابه هتطلع 1350 ثقل كيلو جرام. طب وكانت اقصى سرعه للطائره، يبقى عند اقصى سرعه، عند اقصى سرعه يبقى معنى كده ان السرعه بتبقى ثابته، هيبقى قف اللي هي كاف جيم بتساوي صفر. يبقى عرفت ان في الحاله دي القوة هتساوي المقاومة اللي هتبقى 1350 ثقل كيلو جرام. وأقصى سرعة اللي هي أقصى سرعة عين بتساوي 600، أحولها للأمتار، أضرب في 5 على 18 على 3 على 6 فيها ال 100، وعلى 6 فيها ال 3 يبقى الإجابة تطلع 500 على 3، بس شغال دلوقتي بالمتر على الثانية. طب القدرة بتساوي ايه في ايه؟ قاف في عين، القاف اهي بس لازم احولها، يبقى في 9.8 في عين اللي هي 500 على 3، الاجابه كده تطلع نيوتن متر على الثانيه. هو ما كانش عايزها كده، بيقول اوجد قدره محرك الطائره بالحصان، يبقى عشان تتحول للحصان هقسم على هتتقسم على 9.8 في 75، اهو نختصر مع بعض تطلع بتساوي 3000 حصان. ده كده.